عالم الجمال والمكياج عن ساشا. نبيل مخول خبير التجميل. نبيل، بنعرف انه مستحضرات التجميل وكمان الادوات اللي نحن بنستخدمها بالمكياج تحديدا لها مده صلاحيه، شيء بيقول 3 شهور 6 شهور اكثر، بس كيف بدنا نتاكد من التاريخ تحديدا؟ نتاكد من التاريخ اكيد بدنا نحضر هلا الحلقه، رح نعرف شو هي المستحضرات ال 3 شهور بتخلص صلاحيتها، شو هي 3 سنين بتخلص صلاحيتها، وشو الاشياء المفروض نحن نعملها بادوات المستحضرات لنحافظ عليها، أوكي. شو الاشياء اللي مش مفروض نعملها كرمال ما ننقل لها البكتيريا. بس نبيل، في بعض المستحضرات ما بيحطوا تاريخ مده صلاحيته لهالمستحضر، كيف بتقدر هون السيده تكتشف اكثر؟ هون السر، لانه في شغله حسب لاي بلد تابع هالمستحضر، اذا كانت لامريكا أوكي. شو السر، اذا كانت تابعه لاوروبا شو السر كمان. وفي مدار كثير كبير كمان اذا استخدمنا هالمستحضر بعد انتهاء تاريخ صلاحيته او مده صلاحيته، رح نحكي اكثر عن هالمضاعفات والمشاكل بسياق حلقتنا معك نبيل مخول. نبيل، كنا عم نحكي اكيد عن مستحضرات التجميل، الكريمات، كل شيء ممكن اي سيده واي صبيه اكيد تستعملهم. اليوم حضر معك هيك بعض الاغراض لنشوف عن مده او تاريخ انتهاء صلاحيه هالمستحضر او المواد اللي ممكن نستخدمهم. بشو بدنا نبلش؟ بشو بدنا نبلش؟ من شو بدي اتخلص اليوم من هال من هالتروس شنطة المكياج؟ انا برايي لازم نعمل حلقه شو المفروض يكون موجود بشنطة المكياج. اي معك حق، وقد ايه لازم يكون كمان حجمها وهيك حجمها يعني كثير صغير، لانه في كثير اشياء بنقدر نستبدلها. بالنسبه للاكسبايري ديتس للبرودكتس، دائما كل شيء باودر تبقى صلاحيته جدا عاليه. يعني منبلش اول شيء انه في عنا اول مواد بتخلص مدتها بطريقه كثير سريعه، هي الاي لاينر ان كان جيل ولا قلم، يعني الماسكارا كمان بتخلص مدتها بسرعه، القطره في حال كنت عم تستعملي قطره للعينين، بنعرف القطره انه بعد شهر مفروض تشيليها وبالزباله دغري، مش مفروض تستعمليها اكثر من هيك، وخلال فتره الصيف مفروض تحطيها بقلب البراد تضلها مسقعه مشان كمان بنفس الوقت تضلها فريش. هلا بالنسبه للمسكره والاي لاينر جيل، هولي مفروض بين الثلاث شهور والست شهور، مش مفروض تستعمليهم اكثر من هيك. اصلا المسكره مين بتضاين عنده ست شهور؟ مظبوط، ما حدا بتضاين عنده ست شهور. بيرجع كمان في عنا بس الاي لاينر ممكن يضاين سبيشلي اذا كان الكيك، يعني كمان مش الكيك. لا هلا الكيك هو باودر بترخيها بالمي، كل شيء باودر بضاين من سنتين لثلاث سنين. جود، بعدنا بالسيف سايد. بعدك بالسيف سايد. الاي لاينر المي والاي لاينر الجيل، لانه في بقلبهم مواد متبخره مشان هيك، وكمان في مواد دهنيه ما بتضاين كثير. اوكي. كل شيء ليكويد فاونديشن بتضاين اقل من الباودر فاونديشن، يعني لاحظي شغله انه هون عن نحن على العبوه، هي ما صار لها زمان كثير، بس لانه تعرضت لاشعه الشمس فوخر الفاونديشن وطلع برات العلبه، بهيدي الطريقه انت بتكوني صار مفروض ينتلف البرودكت لانه بطل صالح. وهيدا ليكويد، يعني عم تحكي هيدا ليكويد. اي مظبوط، هيدا ليكويد، هيدا بقي بالشمس. هيدا بقي بالشمس شوي صغيره. وين كنت؟ كنت جاي لهون وعلى الان بعجق تصير ونسينا الاغراض. اوكي. كل شيء باودر من السنتين للثلاث سنين فيك تستعمليهم، يعني مثلا الباودر هيك فيك تستعمليها من السنتين للثلاث سنين. كل شيء مضبوط يعني. البلاشر كمان نفس الشيء، الاي شادو نفس الشيء. هلا في عندك مثلا الاي شادو اللي هو اكوا، الاي شادو الاكوا ما بيضاين كثير ابدا. لشغله وحده انه كل شيء فيه بقلبه مي ممكن ساعتها البكتيريا تتفاعل فيه اكثر، وبالتالي انه بصير كثير انه بيعمل حساسيه وبيعمل حتى مشاكل. اي مظبوط. طب قلت الاي شادو والليكويد قد ايه ممكن يضاين؟ قلت لي ما بيضاين كثير، بس قد ايه؟ الاي شادو المضغوط بضاين تقريبا من السنتين لثلاث سنين لانه هو باودر. الاي شادو الليكويد نحن اللي بنعرف انه في عندك ليكويد او بيجي كريمي، هذا ما بضاين اكثر من سنه. بس لانه
ايه يعني مقبول اكثر يعني من سنه مقبول بس وقت انت بتكوني عم تحكي بانستيتيوت وبكوانتيتي يعني صفى في عندك انت تقريبا كل سنه في عندك مواد حتى لو ما استعملتيها بشكل كثير كبير بدك تتل فيها وتجدد غيرها. مزبوط. اوكي حكينا اكيد عن المسكرة قلت لي اكثر من اكثر من ست اشهر مش مفروض مش نستعملها مفروض. في عندنا الفاونديشن مفروض نستعملها بين السنه والسنتين ماكسيموم. كمان في عندنا الحمرة والجلوس هو اللي اكثر مواد بمستحضرات التجميل فيها ضاين معنا لحدود تقريبا 3 سنين لانه في بقلبها دائما فيتامينات بترطب الشفاف. في عندك بقلبها كمان مواد حافظه وفي ماده هي اللي بتخلي هالعناصر تتكون كلها مع بعضها حتى تمسك اكثر. هيدي الماده المواد من المواد الحافظه هي اللي بتخليها انه تضاين كثير الا بشغله وحده بنعرف نحن في حال تعرضت الحمرة لعوامل خارجية مثل الشمس أو كانت محطوطة بمطرح فيه رطوبة مش مفروض أنه دغري مفروض نتلفها لأنه مجرد ما شمينا ريحتها منا حلوة خلص معناتها صارت إكسبايرد ومفروض نكبها حتى لو كان صار لها شهر عنا. اوكي طب والجلوس كمان بضاين ولا لا غير هيك القلم الحمراء الجلوس بضاين اكيد بضاين لانه الجلوس هو معمول من ماده جيل وهيدي المادة هي بتخلي انه كمان في بقلبها كمان مواد بتعمل رطوبة وفي بقلبه مواد حافظة مشان هيك بضاين كتير. أوكي. وبنفس الوقت البيجمنتيشن يعني المادة الصبغية اللي بتلون هالحمرة هي مادة 100% طبيعية مشان هيك الحمرة اكتر شيء بتضاين تقريبا قدي ممكن تضاين 3 سنين ثلاث سنين كتير منيح يعني بس بعد ما بتخيل في سيدة ما شحلنا ما شلنا شيء من لا ما شلنا كثير اشياء. نبيل كمان في سؤال كتير مهم يمكن كتار ما عندهم جواب لقاله الإبونج يعني السفنجة اللي بيحطوا السفنجة اللي بنستخدمهم يعني للمكياج للباودر قد ايه ممكن يضاينوا وبعض الأحيان ممكن نحن مش على قيمتها ولا على حقها بس انه بعدها جديده لانه بتنتلي كثير فاونديشن ممكن تغسلها السيده ام الصبي مزبوط هلا انا في هل صحيحه هالطريقه ولا لا؟ ممكن نغسلها والافضل انه وقت بدنا نغسلها ب انه بشامبو خصوصي مش نغسلها بالصابون المعقم. أوكي. لشغله وحده انه الصابون المعقم في بقلبه ماده القطرون يعني اللي هو البي اتش تبعولها كثير عالي، البي اتش هو المواد الاسيديه الموجوده بس يكون البي اتش كثير عالي إذا ما تفوحت منيح بالمي ممكن ساعتها تسبب حساسية في حال استعملتيها لأنه بده ينخلط الفونديشن مع الترسبات من الصابون وبالتالي أنه أوكي. ممكن أنت تواجه حساسية. هلا في كتير أشياء مفروض نعملها وفي أشياء مش مفروض نعملها من ناحية التنظيف أو تنحافظ نحن على برودكت. وبعد قد ايه بتنصح أنه تتنظف هالإبونج أو هالسفنجة وقد ايه ممكن تضاين؟ أنا بالنسبة لي مفروض تستعمل ديسبوزابل يعني تستعمليها مرة واحدة وتكبيها. بس انت عم يعني عم تستعملها مش لكذا اذا كنت عم تستعملي انت السفنجه اللي بتحطي فيها الفاونديشن هلا اذا كانت السفنجه اللي بتحطي فيها الباودر اللي هي مخمليه شيء اكيد انه فيك تغسليها وتفوحيها وتشمسيها وترجعي تستعمليها حتى هي المخمليه المستعمل الباودر المخمليه انت ساعتها هون بدك تشوفي قد ايه هي بعدها عندها هذا الملمس الناعم بطل فيها تعرجات لانه اذا فيها تعرجات عم تحطي باودر ممكن انت ساعتها ما تتوزع على الباودر أوكي. بشكل طبيعي. كمان نبيل بالنسبه للبراشز اللي ممكن نحن نستعملهم او الادوات للمكياج اللي بنستخدمهم قد ايه ممكن يضاينوا بعد قد ايه لازم هلا كبراشز انا برايي انه مثلا اذا كانت استعمال شخصي عم تستعمليها يعني مفروض كل اسبوع تغسليها وبتمشطيها وبتحطيها بالشمس حتى في حال كان في بكتيريا لانه البكتيريا على درجه الحراره العاليه بتموت على درجه الحراره الواطيه بيوقف شغله مشان هيك بس تشمسي انت البراشز بس يشوفوا الشمس هالبكتيريا عم بتموت فيهم اوكي مشان هيك كمان انه بتغسليهم بتشمسيهم بترجع بعد يعني بتمشطيهم اول شيء مشان هالشعيرات لانه هي معموله من شعر طبيعي هالشعيرات ساعتها بتملس وبتضلها محافظه على شكلها وقد ايه ممكن يضاينوا هالبراشز
بعرف انه سنين بس قديه تقريبا يعني توصل لمرحله بتحس بلشوا يهروا هلا وقت يهر وقت يهروا الشعيرات هي معناتها الحديد اللي موجود بقلب اللي كابس هو الشعيرات بيكون بلش يفتح وبالتالي صارت تهر الشعيرات بس هي هر الشعيرات ما يعني ايه لانه شعيرات البراشز ما فيها بصله مثل بصله الشعر تنقول انه تعبت البصله وهرت الشعيره أوكي. يعني اكيد نبيل شيء كثير مهم انت اللي قلته واللي حكيته هلا انا تفاجأت يعني انه بالايبونجيت انه المخمليه انه ممكن تضاين حتى اذا غسلتها السيده صح. بس اهم شيء البرودكتس او المستحضرات هلا في شغله كمان لازم يعرفوها كل السيدات انه مش مفروض يتعرضوا البرودكت للرطوبه مش مفروض يتعرضوا لاشعه مباشره وخصوصا كمان المواد اللي بيستعملوها كرمال الحمايه ضد اشعه الشمس يعني السان بلوك الاكران او الكريمات لانه في بقلبها مواد انتيبيوتيك وريتين اي كرمال التقشير او شيء هيك هيدي المواد بس تتعرض لاشعه الشمس تتلف مباشره وبنفس الوقت كمان مفروض يتغطوا مزبوط وكمان في شغله مش مفروض يستعيروا البرودكتس من بعضهم هيدي نقطه اساسيه هيدي نقطه كثير اساسيه وخصوصا الاساس بالمكياج يعني الفانديشن الكونسيلر البلاش والفراش مش مفروض يستعملوه من بعضهم حتى لو من اخت لاختها من ام لبنتها لانه كل بشره بحد ذاتها هي 100% عندها يعني كمان في شغله وقت انت اذا ما غسلتي ايديك واستعملتي البرودكت اذا ايدك في عليها بكتيريا ممكن تنقلي هالبكتيريا للبرودكت ومشاكل كثيره عم نشوف يعني تعرف اليوم نبيل صار سهل الست تعرف شو ممكن يسببه اذا انتهى تاريخ صلاحيه هالبرودكتس بيسببوا فيروس حساسيه ممكن يسببوا التهاب كمان في شغله اذا في حال عندنا التهاب بقلب العينين مش نقول نحن صحينا من الالتهاب نرجع بنستعمل الميك اب كل ادوات الميك اب بدك تستعمليها لمكياج العينين مفروض تشيليها وتتلفيها في حال كان في عندنا انفكشن كمان في شغله كثير مهمه لازم يعرفوها انه كل برودكت الميك اب بس تنتهي صلاحيتها مباشرة المفروض يوقفوا يستعملوها لبل كمان حتى قبل أسبوعين من انتهاء صلاحيتها كتير مهم اللي حكيته اليوم نبيل إن شاء الله نكون فدنا كل اللي عم بيتابعونا ما كتير رح نتخلص من البرودكت شوي مرسي لك نبيل مخول أهلا وسهلا فيك مرسي لكم شكرا لحضورك معنا